العوافي عليكم. ازيك يا عمده؟ واحد يا اخويا من رجالتك اللي ماشيين وراك كده في الرايحه والجايه جالي لحد داري وقال لي انك عايزني. يو قصدي عايز تكلمني في حاجه. يا ستار عيوب العايبين يا رب يا ابو. خير يا عمده؟ يا عمده فيه ايه؟ يا جناب العمده، يا حاج حتمان. ايوه الست راهي بتكلمك. ايوه نعم حاضر. ايوه نعم حاضر. ايه بتقول لك انت بعت لها عايز منها ايه؟ اني امال اني خير يا عمده؟ لا الحقيقه بقى مش خير. شوفي يا ستين، احنا هنا في بلد ارياف، يعني احنا مش في مصر كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا البلد دي فيها عمده وفيها ضبط وربط وفيه قانون لازم أن يمشي على الكل، واخده بالك انت؟ وبعدين لا مؤاخذه يعني انت لبسك كده يلفت النفر، وبعدين اعمالك كلها يعني ما تصحش وما تلدش على حد ولا ساب. طلعوا طلعوا على النجور ده، ما تتنجور عليه. يا ست راوية عدم المؤاخذة، يعني انت ليه مستخفة بالكلام كده؟ عدم المؤاخذة يا عمدة يعني، بس اقل حاجة تتقال على كلام الست يعني انه ما يصحش وعيب يا عمدة. هو ايه اللي عيبه وما يصحش؟ ليه؟ هو انا بعمل ايه مزعل القانون مني يا عمدة؟ شوفي احنا مش عايزين نخوض في الحكاية دي. لا انا احب اخوض، اخوض قوي واستفسر عشان ابقى واعية وفاهمة. خلاصة الكلام يا ست، انت تبعدي عن بنات الكفر خالص، واللي ليك هنا في البلد اتبعيه وتشوفي لك بلد تانية. حلوين قوي، شربات قوي، وايه كمان يا اخويا؟ هو اطلعوا اطلعوا على الفجر وغلد العين اطلعوا. شوفي يا ستي انتي، انا بحذرك اهو قدام الشيخ محمود، وعشان برضو ربنا يبقى شاهد علينا. اللي فات مات وعافى الله عما سلف، لكن في اللي جاي بقى أنا مش هسامح في أيوتها حاجة غلط. شوف يا شيخ محمود، لا شوفوا بقى كلكم، أنا بجوز البنات اللي ما عادوش لاقيين يتجوزوا، لأن يا حبة عيني اللي عنده بنية دلوقتي ما بقاش قادر يأكلها المش، مش يجهزها ويجوزها، وأنا بقى بوفق لهم جوازات تعدل حالهم وحال أهاليهم. عالسنة والكتاب، يعني شارع يا شيخ محمود، هو ده القول اللي عندي. يا يو لو انت اسمك ايه يا عمدة؟ اللي تقولي عليه يا اختي راح عن بال. ايوه افتكرت، يا سي العمدة عتمان. خلاص الكلام يا ست، قصدك ايه انت دلوقتي؟ قصدي يا اخويا ان انا ما بعملش حاجة اسوأ من اللي بيعمله غيري، على الاقل انا بدفع تمن اللي بعمله، انما غيري بقى بياخد ولا يدفعش، ويجوع ولا ياكلش، ويضيق يا اخويا ولا يساعدش، ولا ايه؟ انا كده خلصت الكلام اللي عندي، فوتكوا بقى بعافية. العوافي يا سي العمدة عتمان. صلاة النبي. بقول لك يا جناب العمد، الولية دي يندب في عينها او الدورة بكزان والله. لا يا عمدة سمعني، لا يا ابوي، انتوا لازم تربوها الوليه دي، لازم تعملوا حاجه. استغفرك ربي واتوبوا اليك. دي السلام عليكم يا ابوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الراجل تعب، بس اقول لك على حاجه يا عمي، الست ده هي
هي اللي ادت فرصه للراجل ده انه يقعد يحقق ويقرر وكده، والصراحه بتاعت ربنا يعني عنده حق. بس الست دي يعني لخفنتني كده في الكلام وخدتني في دوكه، دي ست مخروطه خرطه على المخرطه. اي والله شفتها يا ولا لما قلعت كده واللحم الابيض طلع كده ولعلط وزعلط. ايوه انا كنت شايف اللحم الابيض ده من قبل ما تقلع العبايه يا عم. وبعدين ما هي اللعلطه دي هي اللي جايبانا ورا عدم المؤاخذه. لا بس دي اعربه اعربه وذنبها حامي. هو ده الكلام يا عم، ده هو ده الكلام، ذنبها حامي صح. انا اسف ان انا جبتك بالشر ده. لا ابدا مفيش حاجة، أنا تحت أمرك، بس يعني مستغربة شوية، أصل مفيش حد بيجيبوا العساكر للمركز بالشكل ده إلا ما يكون عامل مصيبة. هو أنا متهمة في حاجة ولا إيه؟ يعني بلاك من أهل البلد. أهل البلد؟ كلهم؟ غريبة أوي دي. يعني بيقولوا كده لما أقصد إنك أنت بتعملي حاجات منافعة للأدب. إيه؟ دعارة يعني؟ ما هي ملهاش معنى تاني غير كده. مش بالظبط كده يعني. لا هو بالظبط يعني منافي الأدب هكون بعمل ايه؟ بلعب استغمايه ولا عروسه وعريس؟ بيقولوا انك انت بتمشي في جوازات مشبوهه. جوازات مشبوهه ليه؟ هو سعادتك شايف ان في جوازات مشبوهه وجوازات مش مشبوهه؟ اه ده احنا هنلف وندور على بعض بقى. متهيألي ستك فاهمة كويس قوي أنا أقصد إيه، فياريت تجاوبي على قد السؤال وبس. شوف يا جناب المأمور، سعادتك بتقول إيه؟ جواز صح؟ أيوة. طيب يبقى البنت من دول بتتجوز بعلم أبوها وأمها وبرضاها، وبتخرج من بيت أبوها والبلد كلها شايفاها بهيصة وليلة وطبل وسمر البيت جوزها، وبيشوفوها كمان وهي راجعة يا ست راوية. لا ده القضاء والنصيب، دي مصارين البطن بتتعارك يا سعادة البي. كل اللي انت جوزتيهم بيحصل لهم كده؟ ايه صدفة يعني؟ ما هو أهل البلد ما وراهمش غير الكلام والضرب في سمعة وشرف أي حد عايش مستور بالكذب قبل الست. طب ما هما كمان بيقولوا عليك إنك بتاكل من العمدة عشان تسكت وتتستر على بلاوي بيعملها. أقوم أنا ولا غيري نصدق كده الكلام على طول؟ شوف يا سعادة البيه، نص فلاحين البلد يا اخويا اللي انت بتتكلم عنهم بيشتغلوا عندي في ارضي، والحمد لله الحمد لله نعمه من عند ربنا فاتحه بيوت ياما. يعني لو حد فيهم شايف ان انا مش كويسه ولا ماشي بطال كان يجي يشتغلوا في ارضي ليه؟ ولا يجوا يبيعوا ويشتروا ويايا ليه؟ ولا لو واحده تتعذر تيجي تستلف مني ليه؟ تلاقيهم بس واحد ولا اتنين من اللي ليهم مصلحة في أذيتي، زي كده اللي بيقولوا عليك لا مؤاخذة الكلام البطال. بس أنا مش زعلان، بالعكس ده أنا مبسوطة قوي، مبسوطة إني جيت هنا أهو اتعرفت عليك وشفتك. طيب يا ست راوي يعني نفترض لو أنا لو على أهل البلد كنت كل يوم أي اشتكي في المركز. اه والله كل يوم. ليه خير؟ بيعملوا لك ايه هما؟ نص اهل البلد طمعانين
حنين فيا ولا بكسر بخاطري منه؟ بيبقى عايز يأذيني والنص التاني باصصلي اكمني صاحبة أرض ومال ونعمة من عند ربنا. اللي أقول لي يا سعادة البيه، هو حضرتك متجوز؟ كنت. اتوفت ولا طلقتها؟ اتوفت. تعيش وتفتكر، بس يعني هتفضل عايش لوحدك كده على طول؟ قصدك ايه يعني؟ اقصد يعني لو عايز تتجوز انا تحت امرك، هجوزك جوازه تسعدك وتهنيك عالسنه والكتاب عشان تعرف بنفسك اذا كنت بمشي في جوازات مشروعه ولا لا. ويعني لو جنبك عندك وقت يا ريت تيجي تزورني في بيتي وتقعد معايا شويه عشان تشوف بنفسك.